فوق مجتمع النيل، وهذا عبارة عن خطوة أخرى إيجابية ل بجزائر قام شابان بالعشرينات من العمر بنشر فيديو على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا من خلاله زواج خلال حفلة عقدها في منزل صديق وحط تزوجوا في الجزائر، ذاكر مع ذاكر تزوجوا، ما تقلقش انت وهو تزوجوا تزوجوا، نستناهم يجيبوا دراري باش نروح ندير لهم أسبوع، ما تقلقش. ترى مجموعة بجزائر قام شابان بالعشرينات من العمر بنشر فيديو على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنوا من خلاله زواج خلال حفلة عقدها في منزل صديق وحضر مجموعة أخرى من أصدقاء كأول حالة زواج لمثليين بالجزائر، إلا أنه الفيديو الأخير قوبل بموجة غضب واستنكار واسعة وقاموا مئات من الأشخاص بمشاركة الفيديو مطالبين بتوقيف الشابين. خلونا بالبداية نتابع الفيديو ونرجع نتابع موضوعنا. وراكم الوطنيين، وراكم اللي تحبوا البلاد، وراكم وراك انت هو يا طحان، وراك وراك انت هو قشيحة وجماعتك ودوك الجروب اللي طلعهم تاع العلامة تاع الجزائر وتاع النسورة، وراكم وراكم يا الخراقس، وراكم وراكم ها تحبوا البلاد، شوفوا البلاد وين وصلت وانتم انت قاعد تبلبل انت وهي ها قول شوف. ليزوم زوم تمتم تزوجوا تمتم الايداع للحبس، شهر العسل في الحراش، شهر العسل في ولايه السجن. راه خويا انت وهو حسبتك الشرطه تاعنا هكذا كبرك، تحياتي للشرطه خويا العزيز تخدم خدمتها بين برك ها، انتم تشوفوا متحول تروحوا ليه الدعم الخلفي نورمال نورمال حاجه اللي ما يسالهاش انتوا على بالكم بها. هذه نزيدكم حاجه، شوفوا هذه ما تلقاها عند حتى واحد، تلقاها عندي انا، انتم شتو امام امام مثلي صافي بوغ، امام يزوج المثليين اقسم بالله بلي بروف انا نوري لك، امام امام يزوج ذكر مع ذكر، ما تسلوش انت دي جيهاني للزومب خويا ميرسي ها، جزائري اصول جزائريه في فرنسا يزوجهم نورمال وعنده عادي. شوف معي c'est de la violence en fait, et puis parfois même de la violence physique dans nos familles, dans nos communautés.
إمام متخنق. ميرسي هاني. شفتي راح لحد شوفها لا فيزيكمون دو مونتري كو اون اكزيست كون في بارتي لا كوميونيتي كون ا لي ميم براتيك فينالمون كون ني با موان زومان كو لي زوتر اي موان سبيريتوييل جوست صافا ما سو سو ديزان ديفيرون يزوج المثليين إمام مثلي مخنت يروح يدير حجة هكذا يروح فواياج للسعودية يجي يقول لكم أنا إمام حبوا يحرفوا لنا الدين ولا كيفاش على بالك بلي باي 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 بيت ربي ولو يديروا منه سيلفي بيت ربي ولو يهضروا فيه أنا بورتي كوا بيت ربي شفنا نسا دخلوا بالمكياج من عندنا دوك يضحك عليكم ربي بيهم تكسرش راسك صبر نسمع هذا الكلب وش يقول الدبلوماسية وقانونية معروفة عالميا ألا وهي وسيلة أو أداة التحفظ فيما يخص حق إذا ما ترتب عليه مساوئ أو آثار تدمر أخلاقية المجتمع وعاداته وتقاليده فلا عندكم باج الشذوذ الجنسي حبيتوا تقتلون المجتمع يا حبيتوا تفسدوا لنا المجتمع دوكا بديتوا تنشروا لنا علم الشهداء يا الكلاب حاطينه هنا علم الشهداء حاطينه مع المثليين سلطات حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هاد بزاف يخلع لم ماتوا عليه ناس شوفوا كيفاش دايرين الاخر ديالهم علي لابوان زبان عندهم راديو عندهم راديو اسمه راديو الألوان شوف شو اعلامنا وراه شوف بيان سور الاعلام هذا شفناه في مصحف كلام ربي شفناه في كلام ربي كيفاش ما تشوفوش في الاعلام ها ربي ما خافوش منه كش واحد فيكم تحرك واحد فيكم يتحرك بس انا والله ما على بالي تستاهلوا وراح تبكوا الدم قولوا اوبرا ما قالها ليش
عندهم دي باج. شوفوا شوف واش جبت لكم انا. شوف اعلام تاع الجزائر.